انا ان شاء الله رايح الحج باذن الله، وعليا مثلا مبلغ من المال، هل ينفع لما اجي ان شاء الله من الحج باذن الله اسدد اللي عليا ام لا؟ يا صديق، ما بنسافر مثلا وبنقعد اسبوعين ثلاثه في مكان ما، بيجمع الصلوات كلها مع بعض على اساس انها صلاه قصر ان هو على سفر، فهل ده يجوز ولا لا؟ ما هو حكم الدين في الناس اللي هي بتعمل سحر، وخصوصا ان الايام دي يعني بقت كتيره قوي؟ وما ملكت ايمانهم، هل حلال على ما ملكت ايمانهم الجاريه او الخادمه حلال على صاحب المنزل المؤجرها له؟ ده طيب، وما هو يمين الكلاله؟ شروط الاضحيه بنسبه حلول عيد الاضحى المبارك، فممكن نعرف شروط الاضحيه ايه؟ انا كنت عايز اعرف راي الشرع في موضوع المحلل، ويا ريت انا قريت في كذا راي فقه في الموضوع، ف ايه هو الراي مثلا اللي احنا نمشي عليه؟ عايز اعرف ان السجاير حرام ام حلال. راي الدين في الازواج اللي بيتركوا زوجاتهم بدون مصاريف ويهجروهم. كتير قوي بنسمع ان مثلا رسم البورتريهات والنحت وحاجات زي كده بتبقى حرام وحاجات زي كده، يعني في لبس في الموضوع ده شويه، فكنت عايز اعرف مثلا يعني هل الرأي الفاصل في الموضوع ده، هل هي مثلا حرام او حلال، او في جزء، او يعني في حاجات حلال فيها وفي حاجات حرام؟